لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب. فيديو جديد في القناه كيف ما ديما. راني بديت كناكل في هذه الحاله، هذا جبت لكم اليوم واحد الحاله اللي هو رائع، دي سير غزال 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 بزاف، تقدموه لوليداتكم وتوجدوه لرمضان، ما بقى ليه والو، الله يدخل لنا بالصحه والرزق. وفي نفس الوقت غنجاوب على بعض الاسئله اللي ولاو كيجوني في الاواخر في التعليق، واش كاين الربح في اليوتيوب، واش باقي الربح في اليوتيوب حتى الاخر ديال الفيديو، وغادي نجاوبكم على هاد الاسئله هادو، وغادي نقول لكم انا علاش فتحت قناه في اليوتيوب. بالنسبه لهاد الديسير هذا راه كيجي بسيط، مواد اللي هما متواجدين في اي بيت، وفي نفس الوقت كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، والله يا البنات ثقوا بيا كيجي رائع وغزال غزال غزال بزاف. بالنسبه ديال الشوكولا مع الكراميل، كيف ما كتعرفوا الشوكولا والكراميل كيتواتاو بزاف، كنتمنى منكم تجربوه ويعجبكم. ندوزو دابا للمقادير. البنات اللي غادي نحتاجو في هاد التحليه هادي، عندي هنا 8 القطع ديال الشوكولاته الممتازه، الشوكولاته السوداء، عندي هنا 3 القطع ديال الشوكولاته البيضاء، عندي كيس ديال الفاني اللي فيه 7 غرام ونص، عندي هنايا كيس ديال الكاكاو اللي فيها 7 غرام حتى هي، عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال السكر الخشن، عندي هنايا ملعقتين كبيرتين مملوءتين من الدقيق، عندي هنايا نصف لتر من الحليب. بالنسبه البنات هنا على عافيه مهيله كيف ما كتشوفوا، كنحط هنايا الكاسرونه ديالي وكنضيف على 4 المعالق ديال السكر الخشن اي سكر سنيده، وغادي نحركها وغادي نخليها على عافيه مهيله حتى غادي يذوب لي السكر ديالي، وعاد غادي نرجع لكم. وهنايا يا البنات في اناء اخر كنضيف الحليب اللي عندي نصف لتر ديال الحليب، كنخليه حتى كيغلي على ما كيذوب لي السكر. كيف ما كتشوفوا السكر راه بدا كيذوب، هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هنا ما كنحركهم اول مره، مرة كندير غير هكا وصافي على عافيه مهيله، كنخليه حتى كيذوب على ما كيسخن لي الحليب. هنا راه بدا كيذوب لي، هنا ملي نصافي في الاخر كاع هنايا صافي راه بدا كيذوب لي، غادي نحاول كنحركو باش هذاك اللي الفوق كيهبط لتحت، داك السكر اللي بقى لي الفوق كيهبط لي من التحت. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سخن لي الحليب مزيان كنضيف غير شويه وكنحرك كيف ما كتشوفوا، ومره كل مره كنضيف شويه وكنحرك. هنا يردوا الباب، هنا يردوا الباب باش ما يمشيش يتحرق لكم يديكم ولا شي حاجه. صافي دابا راه مزيان، هنا كنقوم بالتحريك ديالها ضروري في الاول البنات، حيت السكر ملي كيذوب اي حاجه كنضيفوها عليه كيجي هكا هكا. راه هذه هي الطريقه ناجحه 100%، وكيف ما كتشوفوا راه ما كيتحجر ما حتى شي حاجه. هنايا غادي نضيف الساشيه ديال كيس ديال السكر الفاني، وغادي نقوم بالتحريك ديالها. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نكتفي وغادي ندوزو باش نفرغوا الخليط ديالنا باش غادي نقسموه على جوج. هنا كيف ما كتشوفوا ها الشكل ديالو ها كيفاش كيجي، دابا غادي نقسموه على جوج. كيف ما قلت لكم الحاله ديالي غادي يجي عليه على شكل جوج طبقات، كل طبقه غادي نقسموها بتنسيمه بوحديتها. بالنسبه للطبقه الاولى هي غادي نردها دابا هنايا من بعد ما فرقتهم كيجيو متساويين، وغادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الدقيق. هاد
نتوما غير القياس كيفاش كيجي، ملعقه كبيره من الدقيق، وغادي نرجعها فوق البوطه، غادي نرجعها فوق البوطه حتى غادي تعقد شي شويه باش غادي نضيفها الشوكولا والكاكاو. وكنديرها على عافيه مهيله وكنخليها حتى كتعقد، وكنقوم بالخلط ديالها باش كيتجانس ليا الخليط مع الحليب. هنايا كنبقى بالخلط ديالها بالتحريك ديالها حتى كيعقد لي شي شويه، وعاد كنضيف طاشيه ديال الكاكاو، كيس ديال الكاكاو، الشوكولا ديال الكاكاو، وكنضيف دوك 8 ديال القطع ديال الشوكولاته. القوام ديالها كيفاش كيجي كيف ما كتشوفوا كتعقد. دابا غادي نطفي عليها، كيف ما كتشوف راني طفيت عليها، وغادي نزيد هذيك الشوكولا اللي عندي باش ما كيتحرقش لي الشوكولا، وكنزيد هذيك الساشيه ديال الكاكاو. هذه الطبقه الاولى، تيقوا بيا البنات كتجي رائعه. كيف ما كتعرفوا رمضان ما بقى ليه والو، الله يدخل لنا بالصحه والرزق والتيسير وكل ما كتمنوا يا ربي امين. ونتمنى تعجبكم وتجربوها، راها اقتصاديه وسهله ومكونات موجوده في اي بيت. هنا كنقوم بالتحريك ديالها مزيان كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا البوطه راني طافيها ما كايناش العافيه باش ما كيتحرقش لي داك الشوكولا ديالي. هنا كنقوم بالتحريك ديالها مزيان مزيان مزيان، وهانتوما هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطت مزيان مزيان هذا الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا غادي نحطو في الكيسان ديالي. انا غادي ندير غير جوج كيسات، بغيتهم يجيو هكا عامرين مملوئين. نتوما تقدروا، نتوما اللي تشوف كيسان اليوم دوك الكيسان الصغاري راه كيخرجوا حتى 8 د الكيسان، دوك الكيسان الصغار ديال التحليه. انا غادي نديرهم في هادو، كتشوفوا ها كيفاش كيجي. ودابا غادي ناخذ معلقه ونوريكم كيفاش كنزينو. هنا كناخذ معلقه صغيره على هذا الشكل هذا، وكناخذ التحليه ديالتي وكنبقى هكا هي من الجنب للفوق. وانتما بالنسبه للتزيين ديما تنقولها لكم، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغى، ما تخافوش راه كيف ما كتخويوها كيف ما كتبقى، ما كتعاودش ترجع نهائيا، حيت ديجا هي في القوام ديالها كتجي شويه ثقيله. ها نتوما ها الشكل ديالها كيفاش كيجي من الجنب ديالها، وغادي ندخلها الثلاجه على ما نوجد الطبقه الثانيه. ما كتاخذش لنا الوقت بزاف باش كتبرد، الماكسيموم ديالها 10 ديال الدقائق صافي كتوجد. تقدروا توجدوها في رمضان راه كتجي هائله وعزيزه على الكبار والصغار. هذا هو الشكل ديالها. ودابا غادي ندخلها الثلاجه وندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كناخذ نصف الاخر اللي حطيت على جنب كيف ما كتشوفوا، كنضيفو هنايا في الاناء ديالي، وكنضيف عليه ملعقه كبيره من الدقيق. ها نتوما البنات، وكنقوم بالخلط ديالو مزيان وكنديروا له عافيه مهيله باش تعقد. وها نتوما معايا بالنسبه هنايا راني درتو على عافيه مهيله، وغادي نقوم بالتحريك ديالو مزيان حتى غادي يعقد لي الخليط وغادي يتقاد لي. وعاد غادي نضيفو دوك 3 قطع ديال الشوكولاته البيضاء. من بعد ما عقد لي مزيان
غادي نضيفوا دوك 3 قطع ديال الشوكولاته البيضاء، وغادي نحرك كيف ما كتشوفوا العافيه راني ما كايناش يعني راني طافياها، وغادي نحرك حتى غادي يذوب لينا الشوكولاته البيضاء، ونخرجوا الحاله اللي ديجا هادت في الثلاجه باش يبرد شي شويه، ونضيفوا عليه هاد الطبقه الثانيه. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للطبقه الاولى راه دغيا كتاخد يعني دغيا كتتماسك، ما كتاخدش لنا الوقت بزاف. هنا كنحاولوا نبردوا هذه شي شويه، غير هكا هي راه باقا سخونه، حاولوا غير هكا شي شويه فقط، وغادي نضيفوها على الطبقه الاولى. ما فرغنا الخليط الثاني الطبقه الثانيه هالشكل ديالها، دابا غادي ندخلها للثلاجه ونخليها مده 10 دقائق باش تبرد، ونرجع لكم نوريكم الشكل النهائي ديالها ونزينوها. بالنسبه للتزيين زينوها باي حاجه عندكم في الدار، انا نشوف شنو عندي باش غادي نزينها على ما تبرد لي، ونرجع نوريكم الشكل ديالها النهائي كيفاش كيكون. بالنسبه للبنات للشكل ديالها من بعد ما كيبرد، هانتوما البنات ها الشكل ديالها. بالنسبه للتزيين كل واحد يزين، تقدروا تخليوها غير هكايا وتقدروا تزينوها. انا عندي الشوكولا غادي ندير فيها الشوكولا، وغادي نزينها بدوك الحبيبات. عندي هاد الشوكولا هادي كتجي رائعه، غادي ندير لها غير هكايا تقدروا تزينوها، تقدروا تخليوها سامبل ما تزينوها ما حتى شي حاجه. وغادي نضيف هاد الحبيبات هادو كيف ما كتشوفوا، نضيفهم هكا غير في الوسط ديالها، وكنتمنى البنات تعجبكم وتجربوها، كتجي رائعه وتوجدوها في رمضان في السحور، توجدوها لوليداتكم، بالخصوص دابا ما بقاو لا كيخرجوا لا والو، توجدوها في البيوت ديالكم. واقتصادية كيف ما معوداكم ديما، وما كتاخذش لنا الوقت بزاف، دغيا كتوجد. هذا هو الشكل ديالها، زينوها باش ما بغيتوا اي حاجه عندكم في الدار زينوها بها. هانتوما البنات الشكل ديالها، كنتمنى تبان لكم مزيان وكنتمنى تعجبكم. وندوزو دابا نوريكم القوام ديالها. بالنسبه للقوام ديالها كتشوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه، كتجي غزاله غزاله غزاله، كتجي كريميه بزاف. كنتمنى البنات تجربوها حتى في المذاق ديالها، كتجي غزاله غزاله بزاف بزاف بزاف. كنتمنى البنات تجربوها وغادي تعجبكم بزاف تيكو بيا. بالنسبه للحلاوه كتجي رائعه، بالنسبه للحلاوه اللي كتجي هي هذيك النسمه ديال الكراميل مع الشوكولا، مواتيه بزاف 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 كيف ما كتعرفوا، النسمه ديال الكراميل والشوكولا كتجي خطيره. كنتمنى البنات هاد الحاله يعجبكم، ومازال جايين فيديوهات ان شاء الله، واي حاجه بغيتوها خليوها لي في التعليق، ومرحبا على الراس والعين طبقها لكم، ما عندي حتى شي مشكل. دابا راني كاسه غير في الدار، ما كاين لا خدمه لا والو غير الدار، اي حاجه بغيتوها مرحبا. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الربح في اليوتيوب واش كاين الخلاص ولا ما كاينش، البنات هاد الساعه ما كاين لا خلاص لا حتى شي حاجه نهائيا. اي واحد كيدير شي فيديو وكيحطو، انا كنهضر بعدا على راسي وبزاف ديال القنوات، تقدروا تدخلوا عند قناه دار الضمانه، وتقدروا تدخلوا عند قنوات بزاف، كاينه وحده في اوروبا ما بقيتش عاقله الاسميه ديال القناه ديالها، يعني اللي عندها فايته 100K بالخصوص هاد الازمه اللي كاينه دابا ديال هاد الفيروس اللي كاين دابا، ما كاين لا ربح لا والو. اي واحد كيدير شي فيديو، وهو انا بحال مثلا انا كنبغي، انا اصلا باغا ندير اليوتيوب. علاش باغا ندير اليوتيوب؟ عجبني ديجا، انا كنت كنتبع اليوتيوبرزات وكان كيعجبني هادشي، وباغا نبقى نقدم لكم هكا هادشي ديال الطبخ،
وفي نفس الوقت خدامه انا باليوتيوب على حساب المحل كنبيع وكنشري البنات. راه بزاف ديال البنات كيتقداو من عندي. راه غير البارح اتصلت بيا وحده وبغات روايح ديال عود مود، ولكن انا راه ما بقيتش كنمشي للمحل، قلت ليها حتى نرجع ان شاء الله وغيفوت هادشي وغادي نصيفطهم لك. انا هي في المحمديه كنعطيها تحيه من هنايا، بغات ثلاثه ديال روايح ديال عود مود. انا بالنسبه للقناه ديراها كبيع وشراء بالنسبه للمحل، وراني كنشارك معكم الطبخ ديالي، اي واحد بغى يجربو يجربو، مرحبا على الراس والعين. وفي نفس الوقت كنهرس فيه الروتين ديال الدار والمحل. انا يعني ماشي من داك النوع اللي دايره الصحابات بزاف ولا هذا، عندي صاحبتي وحده سكينه هي اللي صاحبتي، يعني ما دايره الصحابات بزاف، ما كنخرجش يعني بزاف من غير الا مشيت نتقدى ولا خرجت انا وراجلي وبنتي فقط. داكشي علاش انا فاتحه القناه كنبدل كنهرس بها الروتين، وكنفرح بزاف بالتعاليق ديالكم. وها نتوما عرفتوا دابا علاش فتحت القناه، وكنتمنى تجربوا هاد التحليه هذه كتجي رائعه واقتصاديه وغزاله غزاله بزاف. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.